السيد جون كاسن سفير مصر، سفير البريطاني في مصر، انه فخور بالعمل في مصر على مدار ال4 سنين اللي فاتوا، اللي ابتدى الحقيقه خلالها نوع جديد من الدبلوماسيه هي دبلوماسيه الشعوب اللي اتقنها الحقيقه جون كاسن بشكل كبير. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مره ثانيه ومشاهدي نهايه الاسبوع. أنا بكلمكم النهاردة من واحد من الأماكن المفضلة لي هنا في القاهرة، وهو شارع المعز لدين الله. والأسبوع ده تخلص مدة عملي هنا في القاهرة وفي مصر، وما ينفعش أمشي من غير ما أسلم عليكم. وأنا لسه فاكر أول يوم بتاعي زي ما هو النهاردة، ولسه فاكر أول تويت بتاعتي. انبسطت كتير بالحوار معكم، و أتعلمت كثير منكم، وأشتغلت كثير من أجل المصريين بسببكم. وأنا فخور بأن بريطانيا هي دلوقتي الشريك الأول لمصر في الاقتصاد، وبقت شريك مهم جدا في دعم رؤية الحكومة المصرية عشان كل مصري يستفيد من النمو الاقتصادي. لو أنت عايز تفهم رؤية المصريين وهم شايفين بريطانيا ممكن تفيد مصر ازاي، روح الى مكان ما المصريين قاعدين، يعني تويتر والفيسبوك والشوارع، وتعلم من المصريين، تعرف عليهم، هتشوف ان المصريين هم ناس اللي على قلبهم على لسانهم. واحلى ذكرى هتبقى في بالي هو المناقشات مع المصريين. هتوحشني أماكن كثير في مصر، زي فطاطري حسين، زي باب الوزير، والناس طيبين. هأتابع إنجازاتكم، حتى سيطرة المصريين على سواتش. هأشجع محمد صلاح من المدرجات. إن شاء الله هقابل مصريين كثير في شوارع ولندن. فده مش وداع، إنما إلى اللقاء. ما تتقوش بيا. ده كان الفيديو اللي صوره جون كاسن وهو ماشي من مصر، الحقيقة 4 سنين بس، شايفين قد إيه أثروا فيه، وتحدث العربية ووصل لحد فطاطري الحسين، فهو الحقيقة يعني دخل في المجتمع المصري دخلة قوية جدا جدا. طيب نروح بقى في صفحة كده على الفيسبوك اسمها إسرائيل.